أعلنت الحكومة المحلية في قضاء بلد استمرار العمل بمشروع مجاري بلد الكبير بعد إعادة الشروع به مؤخراً. عضو مجلس النواب محمد كريم البلداوي عد هذا المشروع من أهم مشاريع البنى التحتية في القضاء. أعلنت الحكومة المحلية في قضاء بلد استمرار العمل في مشروع مجاري بلد الكبير بعد إعادة الشروع به مؤخرا لإتمامه خلال الفترة الحالية. أما ما يخص مشروع مجاري قضاء بلد فالعمل متواصل به، ونحن على اتصال دائم مع السيد المقاول والشركة المنفذة للمشروع، متواصلين معه لإتمام ما يجب إتمامه في هذه الفترة والمبلغ الذي خصص لهذا المشروع. عضو مجلس النواب العراقي محمد كريم البلداوي عد مشروع مجاري بلد الكبير من أهم المشاريع المهمة لاستكمال البنى التحتية. هو مشروع مجاري بلد الكبير الذي اليوم بدأ العمل به. حقيقة نحن ننظر إلى المشروع من الناحية الاستراتيجية على أنه واحد من المشاريع المهمة في إكمال البنى التحتية للقضاء من أجل إكمال باقي المشاريع. اليوم إذا لم يكتمل هذا المشروع بشكل جيد فهذا سيؤدي إلى تأخر جميع المشاريع المترتبة عليهم من أرصفة وكربستون وطرق وتعبيدة، وكذلك فتح هذه الطرق أمام المواطنين، وهذا أيضا سيؤثر سلبا على الحركة التجارية والنقل والطلبة وجميع المواطنين في القضاء الذين يعانون حقيقة اليوم من الخدمات المتردية نتيجة عدم توفر الإمكانية. أمنيات معلقة على هذا المشروع منذ زمن طويل، فضلا عن ارتباط بعض المشاريع بإنجازه، فهل ستحل مشكلة تعد هما كبيرا بالنسبة للمواطن البلداوي أم للزمن رأي آخر؟ ويطالب أهالي قضاء بلد الجهات الحكومية المعنية بالإسراع بإنجاز العمل بمشروع مجاري بلد الكبير الذي يعيد العمل به مؤخرا للخلاص من المعاناة اليومية خصوصا في فصل الشتاء. من قضاء بلد لفضائية صلاح الدين، علي البلداوي.